اهلا وسهلا، مرحبا بكم. شوي اخر نعطيكم المدرب بتاع الترجي الرياضي التونسي جديد كاردوسو شنو قال على الافكتيف على الاجواء في الترجي الرياضي التونسي واختياره للترجي، زاد كيف شكون المدرب اللي وكيل اعماله باش يقعد مع رئيس النادي الافريقي يوسف العلمي. اليوم نحكيو على السوبر بين الترجي ونجم الرياضي الساحلي اليوم في الفولي، لكن قبل هذا الكل ليفينمون الكبير هو الافتتاح. اليوم يبدا الكان كاس افريقيا للامم في الكوت ديفوار في ابيجان، تنطلق الرحله ونقولوا تنطلق الدوره من خلال حفل الافتتاح والمقابله الافتتاحيه. وفي كوروغو عندنا منتخب وطني يسلم البارح، ديجا عنده برشا اخبار وبرشا حكايات. جينا ديريكتوم من الكوت ديفوار مع مبعوث موزايك الخاص احمد عداله. مرحبا احمد. مرحبا بك اسكندر، مرحبا باللي يشاهدوا فينا على سبور باي موزايك وعلى موزايك فين. مانيش وحدي، معايا الجماهير تبارك الله والجماهير اللي يشوفوا فينا، برشا جماهير من الكوت ديفوار. اليوم الحدث هو افتتاح كاس افريقيا، نشوفوا كلهم في المراول نتاع الكوت ديفوار، هذا المريول الجديد اللي نسالوا قداش سكور، يقول لي سبعه، ما فهمتش سبعه شنو حكايتهم معاه. على كل كونه اليوم المهم هو افتتاح كاس افريقيا للامم، باش تكون بمباراه الافتتاح باش تجمع منتخب الكوت ديفوار البلد المضيف في منتخب غينيا بيساو. تفكر وفات عندها ثلاث ايام في هذه خارجه عن نطاقي. لا لا سلموا عليك يسلموا عليه. تفكر وفات اسكندر بالنسبه للمباراه هذه، تم تقريبا 60,000 متفرج يكونوا موجودين، تم تقريبا 5,000 دعوات والباقي كله ناس باعت شريت تذاكرها. تم توانسه كنت نحكي معاهم قبيلي شويه باش يكونوا موجودين زاده في المباراه هذه. هذه بالنسبه لمباراه الافتتاح اللي كما قلنا اليوم 8 بتوقيت الكوت ديفوار. حاجه اخرى، السيركيلاسيون لهنا مش من تونس لملعب رادس اسكندر، يلزم تضرب في ثلاثه واربعه، ديجا تنبيهات واضحه يلزم تخرج قبل خمسه وسته وسبعه سوايع كان الزم من المباراه باش تمشي الملعب لسان وترا اللي هو موجوده تقريبا 25 كيلومتر على وسط البلاد. ملعب جميل جدا، انا ما نحكيو عليه نهار اخر ان شاء الله في كرونو كان معك انت. باه نحكيو برشا على الكان وكواليس الكان واخبار الكان واخبار المنتخب. احمد قول لي سيبوك شويه برك، راك كملنا اخبار المنتخب ومن بعد خليك مع اصحابك ليفواريين تمشي وين تحب انت، لكن اعطينا اخبار المنتخب من البارح موجود خونا في كوروغو، ايش عنده اخبار؟ نستناو عندنا مقابله جدا مهمه نهار ثلاثه ان شاء الله من هنا الوقت نكونوا حاضرين 100%. غدوة إن شاء الله، الغدوة الحصل بليتو اليوم تدخلوا لي بعض أصحابي اللي يبغون يسيبوا فيها في الكالم وبجيس ترميني لي ديريكت أبقي وفا شانتي توس انصامبل. غدوة اليوم الموعد مع الحصل التدريبية للمنتخب الوطني التونسي الخمسة متاع العشية، كان وصل للمنتخب البارح بكوروغو. حكينا برشا على المفاجأة اللي كانت السنة فيه اللي هي الطيارة عملت برشا رودار ما بين بواكي وكوروغو، منتخبنا أنصالي في الكوم تاعه وين هو باش يسكن. واليوم الحصل التدريبية الخمسة متاع العشية. مرة أخرى اسكندر نحب ننسيتي برشا على النقطة هذه، الحقيقة مقلقة جدا لنا احنا المنتخبات شمال افريقيا اللي هي السخانة والهوميديتي. ديجا توا هنا في ابيجون اقل اكثر هوميديتي من كوروغو، نحكيو على هوميديتي لهنا 90% و85% في كوروغو، اسخن الطقس 37 و38 درجة، لكن الهوميديتي اقل 30 و35%. ان شاء الله الاولاد واللي طار الطبي ياخذ الحاجات اللازمة باش الهوميديتي ما تقلقش برشا للعبية. هذا الاهم بالنسبة لنا احنا في انتظار ان شاء الله تكون عندنا معلومات اخرى. كان خلاوني اصدقائي ليفواريين. نخليوك يحبوا غني واصدقاء، خليهم يغنيوا قبل ما نسيبوا. Vous pouvez chanter un chant ivoirien avec les éléphants. Salut. 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 من هنا لنتوفى الكان يكونوا ديما معاك وراك زادة كيف أحمد عدالة في كل مناسبة تكون موجود معنا في الديريكت. مرحبا يا أحمد ومرحبا بصحابك في فواريين تقابلوا معك إن شاء الله في نشرات أخرى. شكرا لك أحمد عدالة مباشرة من الكوت ديفوار. كان نحكيو على الترجي الرياضي التونسي تقريبا ساعتين التالي بدايه الندوه الصحفيه لتقديم المدرب الجديد من البرتغال، نحكيو على ميغيل كاردوسو اللي صحح عام ونص مع الترجي الرياضي التونسي. قلنا الندوه الصحفيه كان موجود بحذاه المساعد نتاعو الاول، كان موجود بحذاه زاد طارق ثابت المانجير جنرال الجديد في الترجي الرياضي التونسي والكاتب العام للفريق فاروق كاتو. في خلال الصاله نحكيو نتاع الكونفرنس موجودين كل من صبري البوعزيزي المعد البدني في الثاني في الترجي، اليوم نحكي شمس الدين الزوادي زاد كيف المدرب المساعد الثاني في الترجي، ووسيم نوارة مدرب الحراس في انتظار التحاق المدرب
اللياقة البدنية ولا البريباراتور فيزيك البرتغالي إن شاء الله في نهارين كيك نهار حسب كلام المدرب كاردوس. وزاد كيف كيف التحاق سيمو المصري المختص في الفيديو ولا التحليل. ميغيل كاردوس تقريبا عنده فكرة شاملة وكاملة على الترجي الرياضي التونسي من ناحية الملاعبية من ناحية الأجواء الجماهير الباركور متاعه قاري نقولوا درسه كما يلزم حلل بالقدية الوضعية قبل ما يجي للترجي الرياضي التونسي وحكي عن الملاعبية وإمكانية أنه ينتدب الترجي في الفترة هذه من الميركاتو الشتوي. Je suivrai l'équipe pendant deux mois. Je connais ce qu'on a dans l'effectif. On va faire, bien sûr, très vite, avant de commencer les entraînements, les discussions, les réunions où on va prendre les décisions. Surtout, je vais prendre les informations des personnes parce qu'une chose, c'est ce que je vois dans la télé. Autre chose, c'est ce que ils vont donner. Après, avec cette date, toute cette information, je vais prendre mes décisions. Mais on ne va pas bouger beaucoup dans l'effectif. On ne va pas bouger beaucoup. Je ne crois qu'on va prendre ici 3-4 joueurs. Non, oubliez ça. On ne va pas faire. Ce que on va faire certainement, c'est si on prend quelqu'un, et je suis certain qu'on va prendre quelqu'un, seulement si on trouve les joueurs qui peuvent nous donner extra valeur. Extra valeur. هذا كاردوزو المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي واضح في كلامه يقول لك نعرف المجموعة لكن لازم نشوف أكثر من لاعبية قدامي باش ناخذ القرارات اللازمة لكن مش نبدلوا حاجة كبيرة على مستوى الملاعبية. يقول أنه كان الترجي في جيب ملاعبي لازم تكون القيمة نتاعه كبيرة ويزم إضافته تكون مضمونة باش يدخل الجروب تاع الترجي الرياضي التونسي. لهنا إذا كان زاد نحكيه على بعض الكلام اللي قاله المدرب كاردوزو في الندوة الصحفية هذه يحكي على الترجي الرياضي التونسي والسبب اللي خليه يكون موجود. يقول أنا خديت تقريبا عامين عنده ظروف عائلية وغيره لكن كانت عنده برشا عروض أخرى. يقول أنه المشروع والتحدي هو اللي كان يستنى فيه في أكثر من مناسبة جاته حتى عروض من فرق أخرى كما رجال البيضاوي بار إكزومبل ورفض أنه يمشي في الآخر. كانت عنده عروض أخرى من فرق أوروبية ورفض لكن قال التحدي والشالنج اللي ممكن يخليه يعاود يرجع للساحة مرة أخرى بصورة أكبر وقيمة أكبر. المدرب هذا خليه يختار الترجي الرياضي التونسي يحكي على الشامبيونز ليج يحكي على التيترويت يحكي على الببليك نتاع الترجي. يقول نعرف أنه في الفريق هذا عنده جمهور كبير يحب النتائج هذا يحب المانيير يحب المردود في المقابلات. دونك واضح أنه يعرف مليح الأجواء في الترجي الرياضي التونسي كما قلنا. ميغيل كاردوزو المدرب الجديد للترجي اللي كان اليوم في ندوة صحفية لتقديمه من خلال تواجده مع بقية الإطار الفني كما كنا نحكي قبيلة. في النادي الافريقي اتصالات نقولوا موجوده مع المدرب سامي طرابلسي حكينا عليه الموضوع هذا من البارح لكن فما اتصالات زاده موجوده مع المدرب البلجيكي السابق للمنتخب جورج ليكانس. اليوم فما جلسه بين يوسف العلمي ووكيل اعمال المدرب هذايا. كل الاحتمالات تبقى وارده بما انه اداره الكلوب قادره تتفاوض مع اكثر من اسم واحد. دونك نستنى شكون يكون موجود لخلاف سعيد السايبي في تدريب النادي الافريقي. نتصوروا الاجابه مش مرتبطه برشا من هنا حتى لنهارين اخرين تقريبا نجموا نعرفوا شكون المدرب الجديد في النادي الافريقي. ثم مقابلة ودية تتلعب لليوم بدأت ديجا في ملعب سليمان بالمستقبل سليمان وشبيبة العمران. ثم مقابلة أخرى غدوة في أريانا بين جمعية أريانا والنادي البنزرتي. نادي البنزرتي كان أتم الاتفاق ولا هو اتفاق مبدئي مع مدافع نادي حمام نلف ريان الحداد في انتظار أنه تم المفاوضات ويصحح بصفة رسمية لفئة النادي البنزرتي. نحكي على ريان حداد مدافع النادي حمام نلف. بالنسبة للفولي اليوم فما السوبر في قاعة بوهيما بداية من الأربعة متاع العشية سوبر 2022-2023 بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي مقابلة منقولة على القناة الوطنية الثانية. نذكر أن الكوبا ذي تيتر ذي السوبر هذا تسمى باسم المرحوم حسين بالخوجة زيزي بالخوجة للناس اللي تعرف الفولي وأولاد الفولي وناس القريبة ومغرومة بالكرة الطائرة يعرفوا الاسم هذا. وانتوكا كما قلنا السوبر تسمى باسمه اعترافا بالخدمات اللي قدمها لرياض الكرة الطائرة التونسية. نكمل بالكرة في أوروبا. أهم المقابلات بالنسبة لليوم نحكي على البريمير ليج الجولة 21 نيوكاسل مع مانشستر سيتي بداية من 6:30. في البوندسليغا أوكسبورغ مع باير ليفركوزن بداية من ماضي 33 دقيقة نفس التوقيت لايبزيج مع أنتراخت فرانكفورت. بالنسبة للليغا أتليتيك بيلباو مع ريال سوسيداد بداية من 6:30. زادة في فرنسا رين مع نيس بداية من 9 وفي إيطاليا مع ماضي 3 نابولي مع سالرنيتانا مونزا مع 9:15 يلعب مع إنتر ميلانو.
النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على www.mosaicafm.net.